أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج العدد الأخير، جولة جديدة من العدد الأخير لأبرز العناوين واهتمامات الصحف الإسرائيلية الفلسطينية العربية والعالمية. وينضم إلي في الاستوديو الصحفي علي واكد. مرحبا بك علي. وإلى العناوين من الصحف الإسرائيلية، صحيفة دعوت أحرونوت: أزمة اتفاق السلام. ومن صحيفة هآرتس: منذ إسقاط الطائرة في اللاذقية شددت روسيا موقفها تجاه القوات الجوية في سوريا. ومن الصحف الفلسطينية صحيفة الأيام: إسرائيل تخشى اعتراف صفقة القرن بالقدس عاصمة لفلسطين بهدف إطلاق المفاوضات. ومن الصحف العربية صحيفة الرأي الأردنية: الملك يقول قررنا إنهاء ملحقي الباقورة والغمر. أعود إلى ضيفي في الاستوديو السيد علي واكد. علي، نبدأ من صحيفة يدعوت أحرونوت التي تقول أزمة اتفاقية السلام، وصحيفة إسرائيل اليوم تقول السلام آخذ بالفتور والأردن تبطل جزء من اتفاق السلام مع إسرائيل. أما في صحيفة معريف: الملك عبدالله لإسرائيل أعيد الأراضي التي استأجرتموها ضمن اتفاقية السلام. علي، كيف تفسر هذا الموقف الأردني المفاجئ تجاه إسرائيل؟ هو ليس بالمفاجئ، يعني الأيام الأخيرة والأسابيع الأخيرة شهدت تمهيد لهذا القرار الملكي بالأمس في الأردن. إسرائيل كانت تترقب النداءات في البداية ومن ثم الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بعدم تمديد هذه الاتفاقية وفي شقها الذي يتضمن تأجير أراضي في المنطقة الحدودية في الغور بين إسرائيل والأردن، أراضي في مناطق البقورة والغمر. بالأمس أعلن الملك الأردني أنه لن يقوم بتمديد هذه الاتفاقية ويطالب إسرائيل بإعادة الأراضي فور انتهاء مدة الاتفاق، أي في شهر أكتوبر من العام 2019. أنا لا أعتقد أن هذا القرار الأردني هو نهائي، لازال هناك عام للتفاوض والمساومة، ولكن الإعلام الإسرائيلي بطبيعة الحال شدد، ومن وجهة نظر الإعلام الإسرائيلي هذا يعني يعكس حالة الفتور والبرودة في اتفاقية السلام الإسرائيلية الأردنية. العناوين تتحدث عن ذاتها شام، وهناك يعني قلق في إسرائيل وفي أوساط المزارعين الإسرائيليين الذين يعملون في هذه المناطق التي هي أصلا خاضعة للسيادة الأردنية، هي خاضعة من ناحية أنها تعود للأردن، ولكن حرية التصرف الحصرية فيها كانت ممنوحة للمزارعين الإسرائيليين. وهذا يعني أتى بالأمس بينما إسرائيل كانت تحيي الذكرى الرسمية لمقتل رئيس الوزراء إسحاق رابين الذي هو وقع مع العاهل الأردني الراحل الملك حسين على اتفاقية وادي عربة، والتي بموجبها توصل الطرفان إلى هذا الملحق الذي يمنح الإسرائيليين حق استعمال هذه الأراضي. وننتقل علي إلى صحيفة هآرتس التي تقول منذ إسقاط الطائرة في اللاذقية شددت روسيا موقفها تجاه القوات الجوية في سوريا. يعني علي، كيف أنت تقرأ وتقرأ الصحيفة هذا الموقف؟ نعم، الواقع هو أنه منذ إسقاط الطائرة لم يكن هناك أي نشاط جوي للجيش الإسرائيلي، سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء السورية. هذا الامتناع الإسرائيلي عن القيام بعمليات يترافق مع أنباء كانت في الأيام الأخيرة عن أن إيران استغلت هذا الحظر الروسي على الحركة الإسرائيلية وقامت بإرسال أدوات قتالية لحزب الله في لبنان عبر مطار دمشق، ومنها أجهزة جي بي إس التي تهدف إلى تحسين تصويب الصواريخ والقذائف الصاروخية التي يمتلكها حزب الله والتي قد يستعملها ويستغلها في مواجهة ضد إسرائيل. على ما يبدو يعني هذا العنوان يعكس القلق في الجيش الإسرائيلي من تداعيات هذه الأزمة، وهي رسالة للمستوى السياسي في إسرائيل أن يسرع بإيجاد صيغة تفاهم جديدة مع الجانب الروسي. وننتقل علي إلى الخان الأحمر، صحيفة إسرائيل
اليوم تقول خان الأحمر نتنياهو يخضع بشكل مؤقت، بينما صحيفة آرتس تقول الكابينت يوافق على تأخير إخلاء الخان الأحمر. علي، اللافت هنا طريقة تناول كل صحيفة لهذه المسألة. يعني إسرائيل اليوم اختارت أن تشدد بأن رئيس الوزراء يخضع بشكل مؤقت، ولكن ليس سهلا على إسرائيل اليوم أن تستعمل عبارة يخضع حينما تتحدث عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. من وجهة نظر الصحيفة الشبه ناطقة رسمية بلسان نتنياهو، رئيس الوزراء نتنياهو هو زعيم، هو قوي، هو يملي سياساته على كافة الأطراف، وهنا بنهاية المطاف على ما يبدو خضع بنيامين نتنياهو للضغوطات الدولية. كانت هناك أنباء عن أن المستشارة الألمانية ميركل اشترطت زيارتها لإسرائيل بأن تقوم إسرائيل بإلغاء إخلاء الخان، ولكن بالأمس وبعد مناكفات سياسية اتهم من خلالها بنيامين نتنياهو بأنه تراجع عن هذا القرار. المجلس الوزاري المصغر يقول أن الخان سيتم إخلاءه إما عبر التوافق أو بالقوة، ولكن لدراسة بدائل أخرى سيتم إرجاء العمل، إرجاءه وليس إبطال قرار الإخلاء. سنعود إلى الخان الأحمر في الصحف الفلسطينية، لكن حاليا ننتقل إلى صحيفة معاريف الإسرائيلية تقول الجرح المفتوح، وإسرائيل اليوم تقول أحفاد رابين تخلوا عن الخط الرسمي. أما صحيفة يدعوت أحرونوت فهي تقول مسؤولية اليسار. يعني كل صحيفة تعنون تأبين رابين بعنوان مختلف، واللافت كان هو موقف اليسار الإسرائيلي الذي أتى بإدعاءات يعني أو أشبه بهجوم لليمين الإسرائيلي. نعم، هناك ستكون يعني احتفالين في مراسم إحياء ذكرى مقتل رئيس الوزراء السابق رابين في العام 95. بالأمس كان الرسمي لأنه يتم وفق التقويم العبري وبمشاركة رئيس الدولة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول الحديث عن القاسم المشترك بين كافة الإسرائيليين، بينما أفراد العائلة وأحفاد رابين الذين تحدثوا في هذه المراسم لم يكترثوا إلى الأجواء إلى هذه الأجواء الجامعة والرسمية، ووجهوا أصابع الاتهام إلى رئيس الوزراء نتنياهو واتهموه بأنه هو المسؤول عن هذا الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، وقالوا له أنت تستعمل عبارة خائنين ضد خصومك السياسيين، وإن أردت وقف هذا الانقسام عليك الكف عن هذه المصطلحات وهذه الهجمات التي من شأنها وصم ووصف بالخائن كل من لا يتوافق مع سياستك. نتنياهو رد بعد الاحتفال وقال أن هذه التهم لا أساس لها من الصحة، وأن إذا كانت هناك مثل هذه النوع من العبارات فإنها تأتي في المعسكرين، معسكر اليسار ومعسكر اليمين. وهنا أشير شام أنه في 5 نوفمبر في الذكرى الميلادية لمقتل رامي ستكون هناك مراسم، ولن يشارك بها أقطاب بارزين من اليمين لأنهم يخشون من الخطاب الذي سيسيطر على هذه المراسم الشعبية والتي ستكون مصبوغة بصبغة معارضة للحكومة ولمن أدى إلى مقتل رابين، أي اليمين في إسرائيل، اليمين المتشدد في إسرائيل. ونختتم علي الصحف الإسرائيلية بصحيفة دعوت أحرونوت والكاريكاتير، يعني وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريجيف تحمل جهاز التفتيش وتسأل هل لديك ولاء، يعني وهي ترتدي أيضا الفستان الذي ارتدته في الخارج وعليه صورة الأقصى. عند دخول بعض المؤسسات أو المجمعات التجارية يقوم المفتش بتفتيشك رجل الأمن ويسألك هل لديك سلاح. هنا تم استبدال عبارة ولاء في الكاريكاتورة هل لديك ولاء، بمعنى أن وزيرة الثقافة لم تمنح ميزانيات لأي مؤسسة ثقافية. لن يتماشى موقف مؤسسة هذه المؤسسة الثقافية أو أي من أعمالها الثقافية سواء كان عرض مسرحي أو فيلم أو معرض أو ما إلى ذلك مع سياسة الحكومة. يثير يعني الشبهات حول أين حرية التعبير عن الرأي في إسرائيل. نعم، ميري ريجيف لا تدعي أنها تريد حرية التعبير على حساب مصلحة الحكومة. هي قالت
لماذا ننشئ قناة رسمية إسرائيلية نقوم بتمويلها من أموال الضرائب إذا هذه القناة لن تتماشى مع سياستنا ولن تتوافق مع الخط الرسمي للحكومة؟ لذلك على الأقل ميري ريجف لا تحاول الإدعاء بأنها ليبرالية وديمقراطية، تقول أنا أريد للمؤسسات الثقافية والإعلامية أن تخدم الخط الرسمي للحكومة. بالأمس تم موافقة الحكومة على هذا مشروع القانون هذا، بالانتظار المعارك التي سيشهدها هذا القانون في أروقة الكنيست. وبهذا علي ننتقل إلى صحيفة الأيام الفلسطينية التي تقول إسرائيل تخشى اعتراف صفقة القرن بالقدس عاصمة لفلسطين بهدف إطلاق المفاوضات. يعني علي، على ماذا تريد إسرائيل أن تفاوض؟ بالأمس كان شام العنوان في الصحف الإسرائيلية وتحديدا في صحيفة يدعوت أخرونوت أن هناك خوف في إسرائيل من أن يحاول دونالد ترامب أن يقول للفلسطينيين أن القدس الشرقية ستكون عاصمة مشتركة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. يخشى الجانب الإسرائيلي من أن تكون هذه الجزرة التي بواسطتها يريد دونالد ترامب إعادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات. أنا لا أعرف إلى ماذا يستند هذا التخوف الإسرائيلي، ولكن بالنسبة للفلسطينيين ربما هذا النوع من العناوين يعيد يعني بعض المعنويات السياسية للجانب الفلسطيني بعد أشهر من الإحباط، بدأت مع إعلان ترامب عن القدس عاصمة لإسرائيل ومن ثم إعلانه أنه أزاح ملفي القدس واللاجئين عن طاولة المفاوضات وقطعه المعونات الاقتصادية عن السلطة الفلسطينية. ونعود إلى الخان الأحمر من وجهة النظر الفلسطينية وصحيفة الحياة الجديدة التي تقول استنفار في الخان الأحمر واخطار بوقف البناء في منزل بالولجة. يعني علي، على الرغم من خطاب نتنياهو أمس الذي قال بأنه سيتم إخلاء الخان الأحمر بموافقة السكان أو من دونها، لكن الصحف الفلسطينية تشدد على الاستنفار ولربما كمحاولة لمنع هذا. هناك مخاوف في الجانب الإسرائيلي من أنه تحت غطاء هذا الإعلان الإسرائيلي أن تحاول الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خلصة نوعا ما واستغلال حالة اللامبالاة بعد الإعلان الإسرائيلي اللامبالاة وسط المعتصمين لكي يقوموا بإخلاء الخان ويباغتوا الفلسطينيين. باعتقادي لا مكان لهذا التخوف، ولكن حالة يعني الاعتصامات لا زالت مستمرة في الخان تحسبا من أن يتم الالتفاف على التصريحات الرسمية الإسرائيلية. صحيفة الرأي علي أيضا تتحدث عن اتفاقية السلام وتقول الملك يقول قررنا إنهاء ملحقي البقورة والغمر. نعم، هذا الخبر يتصدر عناوين الصحف الأردنية. الملك هنا بهذا القرار يمتص غضب شعبي أردني. السؤال شام، هل هذا هو الموقف النهائي للمملكة؟ وننتقل علي إلى صحيفة القدس العربي والتي تقول بن سلمان يحاول منع اجتماع هيئة البيعة، أردوغان سيكشف الحقائق غدا، وترامب الرواية السعودية مليئة بالأكاذيب. أيضا صحيفة الحياة تقول الجبير مقتل خاشقجي خطأ جسيم والملك سلمان عازم على محاسبة المسؤولين. يعني علي، بدأت تتكشف الحقائق حول مقتل الخاشقجي، ما هو تقييمك للصورة العامة؟ القدس العربي المدعومة قطريا يعني بطبيعة الحال تبرز حالة الإحراج والإرباك لدى السعوديين. بن سلمان يحاول منع اجتماع هيئة البيعة. هيئة البيعة إذا ما اجتمعت ستقوم بإبداء البيعة لولي العهد، وهو شقيق الأمير خالد، شقيق محمد بن سلمان. يخشى وفق هذه التحليلات محمد بن سلمان أن يكون تنصيب شقيقه وليا لولي العهد أن تكون هي خطوة أولى قبل عزله ليصبح هو وليا للعهد، ومن ثم الملك في حال غاب أو توفي الملك سلمان. أنا أعتقد أن هذه الأمور مبكرة. القدس العربي تبرز ما يقوله ترامب أن الرواية السعودية مليئة بالكذب. صحيح أن ترامب قال ذلك، ولكنه قال من ناحية ثانية أن العقوبات أنه سيتريث في ويتروى في العقوبات مع السعودية، وأن السعودية حليف مهم لا يريد دفعها إلى الزاوية. بينما الحياة اللندنية السعودية امتلاكا تبرز ما جاء على لسان عادل الجبير وزير الخارجية السعودي في مقابلة تلفزيونية حصرية لشبكة فوكس الأمريكية، والذي حاول التركيز على أن لا علاقة للمستويات السيادية وللبلاط الملكي بهذه الحادثة.
أنه خطأ فني ارتكبه محققون ورجال أمن وأنه سيتم محاسبتهم على ذلك. أيضا علي، صحيفة ديلي نيوز وهي الطبعة الإنجليزية من صحيفة حريات التركية تقول السعودية في مرمى النيران بعد اعتراف القتل الواهن. يعني علي، كيف تنظر إلى سلم العلاقات السعودية التركية والسعودية الأمريكية؟ هم يصفون الاعتراف السعودي بالهزيل، بالفقير، بمعنى أنه يفتقد لأي نوع من المصداقية. وبالفعل يعني تركيا باعتقادي إن استعملنا اللغة الشعبية لعبتها بالشكل الصحيح. هي لم تتصادم مع السعودية، لم نسمع أي تصريحات تركية مناوئة للسعودية أو أي تصريحات رسمية تركية تتهم السعودية مباشرة. الجانب التركي ركز على المعطيات القانونية، على الأدلة الجنائية في الميدان، وقام بتسريبها إلى الإعلام، ما دفع بالسعوديين إعلاميا في الزاوية واضطرهم إلى الاعتراف بمسؤوليتهم عن هذه الحادثة. بهذا يكون أردوغان من ناحية أشبع رغبة أنصاره من الإخوان المسلمين من أنه زج بالسعوديين إلى الزاوية، ومن ناحية أخرى لم يشوش على علاقته مع السعودية. الصحفي علي واكد والخبير في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل إلى ختام حلقة أخرى من العدد الأخير. نلقاكم غدا في موعد جديد. إلى اللقاء.